جهاز تكت، ده الجهاز التعليمي المبهر حضراتكم أكيد فاكرينه، اللي بيحول أي سطح لتفاعلي، وابتكره الشاب باسم سامح، وكان بيستهدف كل مدارس وجامعات الجمهورية. النهاردة ما شاء الله اتطور تماماً، وبقى 90% منه مكون محلي. هنقابل باسم سامح المهندس اللي ابتكر جهاز تكت وبيطوره مع الهيئة العربية للتصنيع. جهاز تكت ده جهاز بيحول أي سطح لسطح التفاعلي، انت علمتنا كده من ساعة ما اخترعتوه. ده حقيقي. السنة اللي فاتت لما قابلتك أنا متتبعك، قلت لي أنا مستهدف 50,000 مدرسة وهنصنع أجهزة تغطي احتياجات كل مدارس مصر. بإذن الله. حققنا إيه في السنة دي؟ الحمد لله إحنا السنة دي قدرنا بالتعاون مع مصنع الإلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع، وزي ما حضرتك شايف قدرنا نصنع حوالي 1000 جهاز، قدرنا بيهم إن إحنا نوصل لمجموعة كبيرة جدا من العملاء بتوعنا. يعني زي ما حضرتك شايف عندنا تقريبا دلوقتي أكتر من 95 مدرسة بنتعامل معاهم، 14 جامعة منهم جامعة السادات، 5 وزارات منها التربية والتعليم في الأقصر، وحوالي 370 مدرس ودكتور جامعي من إسكندرية لأسوان غطيناهم. الحمد لله جهاز تكت بقى موجود في حوالي 13 دولة دلوقتي. هي الشاشة بتبقى موجودة وهو يوصل الجهاز باللابتوب بتاعه صح كده، ويبدأ يشتغل بالقلم السحري ده. بالظبط. عندنا أكتر من نوع قلم، ده قلم بيتشحن وده قلم تاني فيه بطارية، ده يتفاعل ويشتغل يحرك الشاشة ولا هي بتحركش ليه؟ ما أنا سألتك أنا وقفت فريز أو أشغل. ماشي، لا خلاص مصدقينك. طب عايز أسألك سؤال. طب 1000 جهاز ووزعناها على الناس اشتريتها في السوق المحلي هنا. ده بالظبط كده. وكله راضي عنها وراضي عن أدائها. الحمد لله. التصدير بقى عملنا ايه؟ احنا فكرة حلوة سهل نصدرها. بالظبط كده، عشان حجمه بسيط وسهل ونقدر ان احنا نطلعه في اكتر من دوله، قدرنا السنه دي ان احنا ندخل سوق السعوديه باستحياء شويه. كنا بنجرب ونشوف العملاء رد فعلها ايه، والحمد لله كان في استجابه عاليه منهم جدا للجهاز، وده اللي خلانا كمان ان احنا نطور في الجهاز بشكل اسرع، عشان ده دي الحته اللي احنا شطار فيها جدا. والسنه دي احنا نازلين بحاجه جديده، ان احنا عملنا عشان مؤتمر المناخ وان احنا نحافظ على البيئه، غيرنا الشكل الجهاز من ان هو يبقى بلاستيك، خليناه نوع من انواع الخشب ان هو يبقى صديق للبيئه ونقلل الانبعاث الحراري، وفي نفس الوقت ان هو بنساعد على موضوع الريسايكلينج ونبقى ماشيين مع الاستدامه والمبادئ بتاعه كوب 27 اللي اتعملت السنه دي في المكون المحلي. قد ايه النهارده؟ دلوقتي قدرنا نوصل ل 90% لان هو بقى كله بيتصنع، الجهاز اللي في ايد حضرتك ده بيتصنع كله توتالي في مصنع الالكترونيات. القلم بس هو اللي احنا بنشتغل على ان احنا ننقل كل التكنولوجيا بتاعته هنا، وان شاء الله السنه الجايه باذن الله هيبقى في اخبار سعيده جدا من ناحيه الجهاز، ان هو هيبقى في افكار جديده وخصائص جديده بتنزل فيه.